السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السياره هذه شوفوا واش لقينا فيها. هذا الكابلاج اللي حب يتبع لو فيديو يعرف على واش واش هي المشكل تاعها. بون هذيك اليوم فراشة جا المشكل تاعها للكليون هذايا، الموتور نحاوه عاودوا ركبوه وقع له ان بروبليم، الطوموبيل ما تشدش الرالونتي، موتور انستابل ولازم قال لي نحي التيو هذايا، كي نحي التيو هذا قال لي باش تشد الرالونتي. التفسير تاع التيو هذا كي تنحيه باش تشد الرالونتي، كي تنحي هذا التيو يسمى تعطيها هو اكثر من اللي تفوتوا البابيون، تعطيها هو سوبيريو كل اللي راك ماكسيليري لها ولا تعطيها ستارتر. صح كي نسكانيو الطوموبيل واش تعطينا؟ تعطينا كابتور دو بريسيون كوليكتور دادميسيون، وعندك طونسيون داليمونتاسيون نيميرو 2 دي كابتور سيركوي اوفير ولا كور سيركوي. صح تعطينا بلي الكابتور هذا تاع بريسيون تاع كابتور دو بريسيون تاع كوليكتور بلي راه خاسر، وتعطينا بلي لاليمونتاسيون تاع لي كابتور من الميموار بلي راها سيركوي اوفير، سيركوي داليمونتاسيون نيميرو 2 دي كابتور واللي مدنا 5 فولت. هاد لو كابتور كي نحيو الفيشه نتاعو مبدئيا نشوفوا الخيطان كيما هاك، بصح كانوا مفروقين. لو تيست نتاعنا 5 فولت ما كانش ني في هذا ني في هذا ني في هذا، 5 فولت ما كانش اوتوماتيكمون، 5 فولت ما كانش، نديروا الفرضيه تاع الميموار بالك هي خاسر. صح عندنا الميموار الثانيه نتاعنا جربناها درناها ركبناها كيف كيف نفس الشيء، عندنا هذا الكابتور يقول لك هو خاسر، وعندك لا طونسيون دي كابتور. منطقيا هذا درس نعطوه للجماعه تاع تشخيص الاعطاب الكهربائيه، على واش يقول لك بلي 5 فولت هي عندك كابتور داليمونتاسيون و5 ما كانش من هنا جربنا ميموار. منديان واش نديرو؟ نجو للكابتور دو تمبيراتور دار نشوفو الخيطان تاعو، بصح ما لقيناهمش متلاصقين مع بعض، نتبعو لي كابتور اللي فيهم 5 فولت وين راهم. كاين هذا كابتور دو تمبيراتور دو 5 فولت ولقيناهم سيبارين، بصح كيما راك تشوف الحالة نتاعهم كان فيهم سكوتش خفيف خلاص. نزيدو نتبعو كاين قلنا هذاك اللي يبقى لنا الوحيد هو لو كابتور تاع من تاع لا بريسيون دي فلويد ريفريجيرون، كابتور كيما نقولو تاع الكليماتيزور اللي هو جاي هنا في الرادياتور تاع الكليماتيزور. ها راهي وينها؟ صح لافيش تاعو كي هبطنا لها باش نحوسو عليها ونحيناها، ها واش لقينا؟ الكارثة. هذه لافيش نتاعها تاع ثلاث خيطان، شوفوا واش لقينا الكارثة. ها هم خيطانها، شوف ما كانش سيباراسيون بيناتهم متلاصقين مع بعض، وهنايا ثاني كان تفروتي تفروتي في حاجة، وهذا مدينتها. ها هو المشكل الرئيسي نتاعنا درك، هاد الخيطان لازم يتسيباراو ونديرو لهم لابروتيكسيون تاعهم، ومن بعد نكملو إن شاء الله بإذن الله وتنجح لنا العملية. هذه لازم تخمم دائما بالمنطق، 5 فولت ناقصة علاه ناقصة؟ وراهم لي كابتور اللي يمشوا بال 5 فولت، هنا بال 5 فولت ما نروحش لحاجة تمشي بالدوز، لازم نشوف لي بتيت طونسيون، ما نشوفش خيط تاع بوبينة، نشوف حوايج اللي تمشي بال 5 فولت.